الحاجات دي كلها، وفي ممثلين شاطرين جدا معاهم مؤلفين ضعاف جدا. فهي زي اي شغلانه، الفن زي اي شغلانه، في على طول نفس المشاكل ونفس الحاجات دي كلها. طب انت كده انت ان الممثل يدور اكتر صح وزغدك كده. انا حاسس ان انا جاي البرنامج مع عمي والله العظيم. انا حاسس ان انا لما بننزل نشتري لبس في العيد خلي بالك يا محمد، بس انا هجيب الترنج من تيه. سيبك بقى من 700 دي، مش طب تعالى لي بقى، مش هندفع 700. استنى استنى استنى.